مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حذاري خلال صبيحة الغد بحول الله، ضباب سيتشكل على أغلب الطرقات الساحلية والطرقات الداخلية. الرؤية تكون ضعيفة خلال الصباح الباكر، يجب أخذ الحيطة والحذر. تتبعها أجواء مشمسة خلال النهار بإذن الله، مشمسة أيضا بكافة مناطق الجنوب الكبير عدا بأقصى الجنوب الغربي. ستشهد منطقة تندوف سحب سفلى، احتمالا تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تبقى باردة، تتراوح من بين 3 إلى 5 درجات بالمناطق الداخلية، وما بين 7 إلى 9 درجات بالسواحل، 6 إلى 9 درجات أيضا بشمال الصحراء الصوراء الواحات الجنوب الشرقي لغاية مرتفعات لوغار والتاسيلي، تقارب 12 بتندوف بن عباس وإن صلح، لترتفع إلى 14 درجة بأقصى الجنوب. أما الحرارة القصوى تبقى تفوق المعدل الشهري ومعتدلة، تتراوح ما بين 20 إلى 23 درجة بكل السواحل، 15 إلى 19 درجة بالهضاب العليا، 18 درجة بالصورة، في حدود 21 درجة بالواحات، 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، 20 درجة بمنطقة تندوف كذلك بجانات، 24 درجة بأدرار، 26 درجة بإن صلاح وإن قزام، و27 درجة كعلى مقياس ببرج باجي مختار. البحر خلال يوم الغد سيكون بإذن الله جميل على كافة السواحل، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات. أما عن وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود 5 مساء و40 دقيقة، أما الشروق بإذن الله في حدود الساعة 7 صباحا.